تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22 والتي أطلقتها وزارة الداخلية، وتهدف لمواجهة موجة الغلاء العالمية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري مع حلول شهر رمضان المعظم. يتزايد إقبال المواطنين على شراء السلع الاستراتيجية في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. وزارة الداخلية تواصل فعاليات المبادرة في مرحلتها 22 التي انطلقت منتصف الشهر الجاري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لتوفير هذه السلع وغيرها بتخفيضات تصل إلى 60%. جيت السوبر ماركت النهارده اشتري طلبات، لقيت فعلا الاسعار نزلت كويس جدا، بتحارب الغلا بتاع الاسعار، والتجار اللي كانوا بيبيعوا الحاجه بطريقه غاليه جدا دلوقتي لا الحمد لله. هي فرقت معانا كتير بالنسبه للاسعار بره، لان بره في استغلال حاصل جامد قوي في السلع بالمقارنه بالمبادره، هي مختلفه تماما، فهي مبادره جميله جدا ونشكر سياده الرئيس عليها. بالنسبه لكل اي مستوى يعني سواء يقدر أو ما يقدرش، كلنا واحد وأسرة واحدة وربنا يخلي السيسي. وفرة كبيرة في المعروض من السلع بكافة أنواعها في أفرع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة بكافة المحافظات، يصل عددها إلى 993 فرعا، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. وزارة الداخلية لم تكتفي بالسلاسل التجارية، إنما امتد توفير السلع إلى الشوادر والسرادقات التي تم تجهيزها بكافة المحافظات بالتنسيق مع كبار التجار والموردين في أماكن تضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين بخاصة الأكثر احتياجاً، وهو ما يعكسه الإقبال الكبير من المواطنين على شراء احتياجاتهم من تلك الشوادر. والله العظيم مبادرة 10 على 10 بصراحة، أحلى حاجة أسعار 100 100 ومفيش بعد كده. إحنا كنا مستنيينها بفارغ الصبر المبادرة ديت، لأنها مبادرة جميلة جدا وتعيد الاتزان للسوق يعني. هي المبادرة جميلة والأسعار جميلة وربنا يخلي الرئيس. إحنا بنحب جدا جدا سيادة الرئيس، كل سنة وهو طيب وربنا يسترها عليه يا رب. والله العظيم حاجات جميلة جدا 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 وتفرق في الأسعار، فارقة جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وشاركت الوزارة في مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22 منذ انطلاقها من خلال منظومة أمان للمنتجات الغذائية بمنافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية الثابتة والمتحركة وبمنتجاتها ذات الجودة العالية وبتخفيضات كبيرة تصل نسبتها إلى 50%. وقد وجهت الوزارة قوافل من السيارات محملة بالسلع الاستراتيجية إلى المناطق الأشد احتياجاً في إطار المبادرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية قاطني تلك المناطق بصفة خاصة. فعاليات مبادرة كلنا واحد تتواصل مع نجاحها في تحقيق أهدافها التي تسعى إليها الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل متغيرات إقليمية ودولية تتطلب تكاتف الجهود لتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة. أفضل بركات، التلفزيون المصري.